عجبتني الفكرة. طيب طلقتي ورجعت كالسوشيال ميديا ورجعت بقوة، الناس سألت ليه نادين غابت فجأة ورجعت بعد يومين تقريبا؟ في ناس بعد 5 أيام، وفي ناس أكتر شيء مدام نضال تعرف هذا الشيء بهدلتني أصلا كيف عملت هيك، لأنه عادة بس بدي أخذ قرارات يعني بقلها إنه بكون مزوجة أو شيء بخبرها. هيني إنه تفاجأت، في ناس قالوا عم تعمل بروباغندا، مش عم بفهم أنا شو بحاجة لبروباغندا، يعني مسلسل على الهواء مكسر الدنيا، شغلي كتير منيح، شو البروباغندا إعلامية يعني إنه تحكوا إنه يحكوا فيي، ما أنا هربانة قد ما عم بيحكوا علي إنه شيء غريب. إيه بعدت لأنه تعبت، ما عدت عم بعرف ركز على شيء، وصرت حس كأنه مستقصدينك الناس فيك أكاونت بس لتفوت تحكي كلام كتير بشع. كتير حمل منظمة ضد نادين أكيد نجاح. ولا ما بتعرفي مين وراها؟ بلا ما بكتب ليه؟ بحط اسمهم حرف أول حرف أول حرف من اسمهم هبلا للدار. طيب لحظة، أنت كنت أول حدا ساهمت بإلغاء المادة 522 من قانون الاغتصاب، وهلأ عم تمثلي مسلسل عم بيحكي عن الاغتصاب، ورح كمان نكمل بقانون العقوبات اللبناني المهترئ يلي هم أيام العثمانيين والانتداب الفرنسي، لقوانين أخرى كمان إلها علاقة بالشغل، إلها علاقة بالمساجين، إلها علاقة بالسجون، وإلها علاقة بالأحكام. طب نادين لا سمح الله، أنت كان في حدا من عائلتك تعرض لاغتصاب، أنت وجه معروف نجمة، بتتعاملي مثل ما أي ناس من عقلية الخلفية يعني من أو متخلفين لما يقولوا أنه لا أنا ما بدي أبرز بستر يعني؟ ايه انه انا بخاف من كلام المجتمع، بما انه انت كلاس اي او نجمه مهمه. ليه اذا انا ليه كلام المجتمع هو حينصفها لاختي ولا حيدينا ولا حيجيب لها حقها؟ اخر هم من المجتمع، انا ليه اجيب لها حقها لاختي؟ اكيد لا، لانه انا بتخيل كمان حتى قطعت بظروف حياتيه كلها بنعرفها، ما كنت حدا جبان وما كنت حدا متخبى وراء اصبعه ولا انسانه حقيقيه، والقصص بتصير اليوم ممكن تختاري اشخاص غلط بيقطعوا بحياتك، وممكن لا ممكن تعملي شيء غلط وممكن لا، بقى مش غلط انك تقولي عملت، ومش غلط انك تكوني جرسة، هي ما انا جرسة ابدا، الانسان بيأذي نفسه ما بيأذي حدا، بقى انا اختي اذا بتنأذى انا بعلق على حبل المشنقة. نادين انت كنت طلعتي مع هشام حداد وقلتي انه انت اول نجمه او افضل نجمه بالدراما لانه كنت عم تقدمي مسلسلك الوحيد مسلسل هلا الهواء. اوكي هذا بس بدي ارجع اتذكره فيه. هلا مين نجمه الدراما؟ بلا بلا انا اقول لانه احنا كتار، هلا في اشخاص في ريتنج في مسلسلات غير ورد جوري وكراميل صراحه يعني ما بقدر وين ولا سمعتي تصريح نادين حسن جنون يعني عباراته عم شو هاي ما تحكي الهم. طيب ونادين ما عم تتابعيها؟ سمعت تصريح نادين نجام؟ لا لما عم بتقول انه هي ما كانت قصدتك لما قالت عن التغريدة وقت ما قالت انه ما الناس بدها تعمل خبرية ايه بس انه قالوا انه هي ما قالها علي او بعتقد عملت لها لايك ما بيعني الموضوع مش قصدتها. اوكي خلي عينك على الجرس.